بل هناك دولية لا تختلف ابدا. عندك دولية هتلر او نابليون او موسوليني او جنكيز خان او اسكندر الى اخر الطغاة. بامر رئاسي يقال هكذا في عهد ريغان المجنون، يقال بامر رئاسي اصدر الرئيس الامريكي ريغان امر رئاسي بالحرب على ليبيا، امر رئاسي بمحاضرة ليبيا، امر رئاسي بمقاطعة ليبيا، امر رئاسي بعمل كذا كذا. هل هذه ليست دكتاتورية؟ هذه ديمقراطية؟ الان انتخابات امريكية، طلع مواطن اسود اصله من كينيا افريقي ومسلم وكان يدرس في مدرسة إسلامية في إندونيسيا اسمه أوباما، والناس كلهم صفقوا لهذه الشخصية في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي وفي إفريقيا، استقبلوا بخير وصفقوا له وصموا من أجله ودعوا له بالنجاح، وربما يكونوا قد دخلوا حتى في حملات التبرع الشرعية لتمكينه من الفوز برئاسة أمريكا. لكن فوجينا بأن أخانا وشقيقنا الأفريقي الكيني الأمريكي الجنسية يطلع بتصريحات صدمت كل مؤيدين في العالم العربي وفي أفريقيا في العالم الإسلامي. نحن نتمنى وربما تكون هكذا، ان هي مجرد زي ما يقولوا في مصر طوكيو الانتخاب، هذه منافسه انتخابيه، ان كذبه انتخابيه باش تعرف مهزله الانتخابات، ان الواحد يكذب يكذب على الناس لكي يعطوه اصواته، وبعد ياتي التطبيق وينجح يقولون انا عودت وعدت بكذا بكذا بالله اي عائله انتخابيه. شوفوا ما يصير على الديمقراطيه. دعاية انتخابية لقينا مظلوم نضحك عليه شوي ان شاء الله هي تكون هكذا مجرد دعاية انتخابية. لكن كونك هو يقول ان القدس سأعملها عاصمة الى الابد للاسرائيليين، هذا يدل على انه هو ان اخانا اوباما يجبل السياسة الدولية. الله مطلع على ملف الصراع الشرق الاوسط، كلنا نعتقد ان يقول انا قررت اذا نجحت سوف اخذ الدفاع عن تيمون لاتاكد من القنابل الذريه ومن المسح الاستثمار الشامل الاخرى عند الاسرائيليين، ليش نتاكد كذا؟ يجي القرار مثل هذا، لكن لابد انه عندما فكر عندما كان يتكلم عن ايران برنامج النووي لا بد ان تكون امام ديمونة بكل تاكيد، لكن لما تكون قدام ديمونة لا بد ان تكون قدام مصير كندي اللي قرر ان يفتش مفاعل ديمونة واصر على تفتيش اللي يتاكد منه انه يصنع اسلحه ذريه وامله، ورفض الاسرائيليون واخيرا اصر هو على التفتيش. كان المخرج من هذه الازمه هو استقال بنغوريون، استقال حتى لا يوافق على تفتيش مفاعل ديمونة، واعطى الضوء الاخضر لقتل كندي، وهكذا قتل كندي بسبب مفاعل ديمونة.
اصراره على التسجيل. بسبب اصراره على التسجيل قتل كندي. لابد ان اوباما امام هذه الصوره، وبالتالي لابد انه كان يريد ان يتكلم عن هذا ولكنه يتراجع. كنا نتوقع منه ان يقول اني ساخبط اذا نجحت فكره الدوله الواحد الاستراتيجيه الموجوده في الكتاب الابيض للجنرال، ان هذه الفكره هي الفكره اللي فيها الحل الجذري والتاريخي والنهائي، وانه مستحيل اقامه دولتين وحزينتين في هذه المنطقه. اي دوله عمق 15 كيلو متر لا يصل من اسرائيل الى عمق 15 كيلو متر، اي دوله اي دوله امام 5 ملايين من الفلسطينيين. كنا نتوقع ان يقول ملايين اللاجئين الفلسطينيين قررت ان ارجعهم لارض فلسطين التي تطلب منها عام 48 وعام 67. هذا هو التغيير اللي يتصفق له الشعوب ويعيده الشعب الامريكي والشعب نفسه في امريكا. كنا نعتقد انه يقول اني اعمل من اجل استقلال الامه الكرديه وتوحيدها، ولا بد ان تحتلني في الشرق الادنى كانت تحت السمح والاقرار الامه الفرديه الكرديه الممزقه المعذبه المضطهده المصعبه والكفر. فكان يجب يقف الى جانبها، لا يقف مع العملاء ويضحي بمصير الامه الكرديه. هذا التغيير والخوف، ان الخوف هو ان هذا الكلام في الوقت يقول ان الاسود يشعر بالنقص، عرفت النقص، هذا شيء خطير. اذا كان اخونا اوباما شعر بانه هو اسود وانه ليس له الحق ان يحكم امريكا، هذه المصيبه الكبيره، لان هذا الشعور خطير جدا يجعله يتصرف ابيض اكثر من البيض ويبالغ في هذا السود واحتقار. نحن نقول له يا اخي الاسود والابيض في امريكا متساويين، كلهم مهاجرين. امريكا ليست الا للبيض ولا حق ولا للسود، امريكا اليهود الحمر سكان المصريين. جاء الابيض وجاء الاسود، اذا الابيض والاسود في امريكا متساويين. ومن حق اوباما ان يرفع راسه يقول انا شريك في امريكا، امريكا ارضي مثل ما ارضي مصر، اذا كان ميت ارضي مثل ميت ارضي حقوق الناس ارضي، اصلا اليهود الحمر. انتم مهاجرون نحن مهاجرون. لكن ما زلنا احنا نعلم ان يكون معتز برقيته باسلامه بعقيدته وان يصح الحق في امريكا وان يهجم امريكا من الشر الى الخير وان تقيم العلاقات اللي تخدم امريكا مع الشعوب الاخرى خاصه من العرب.